السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نوثق فيه حديقة الهابيلاند. حديقة الهابيلاند كانت من أعظم المتنفسات لأبناء مدينة المنصورة. نتحدث اليوم 7 يوليو 2021. حديقة الهابيلاند من المنصورة أنشئت عام 1863، وهي تتبع حي شرق المنصورة. مساحتها 8400 متر، يبقى مساحة حديقة الهابيلاند 8400 متر. هذه الحديقة بروعتها وجمالها تبعد عن مبنى ديوان عام المحافظة 500 متر فقط، وتبعد عن المرسى الشهير بالمنصورة 200 متر فقط. هذه الحديقة آخر ما تبقى من منتزهات الخديوي إسماعيل. وهذه الأشجار العريقة والعتيقة تشهد على ذلك. يا سادة، حديقة الهابيلاند بها أشجار يزيد عمرها عن 150 عام. تأمل معي، يعني هذا هو جذع الشجرة، يصل إلى أكثر من 4 متر جذع الشجرة. يبقى ما زلنا نتحدث عن حديقة الهابيلاند. وما نشاهده يسمى، هذا هو ممشى الخالدين. هذا هو ممشى الخالدين. أسس ممشى الخالدين ليكون متنفس لأبناء المنصورة، وكان يوجد به تماثيل لأعلام وعباقرة المنصورة، مثل الشيخ جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، فضيلة الشيخ الشعراوي، سيدة الغناء العربي أم كلثوم، أبناء الدقهلية أو أعلام الدقهلية. ما زلنا نتابع هذه حديقة الهابيلاند وهذه الأشجار العتيقة العريقة بها.